الكتاب والله كيتفلاو عليهم كما بغاو. هاد الناس كاع كلهم ما عارفين علاش جاو. ها؟ ما عارفين كاع علاش جاو. حسبنا الله ونعم الوكيل. سير حامل الكتاب والله كيتفلاو عليه كما بغاو. كاين الرقم ديال جاني راه طلعت. واش كاين؟ ما فرصنا والو. كيف فرصكم والو؟ داك الشيء. وكيفاش جيتوا لهنايا؟ باش نقراو القران على الضريح محمد الخامس. باش نقراو القران على الضريح محمد الخامس. لا ولكن. صدقتي وجايبين بكم المسيره باش تواجهوا مع 20 فبراير. بسهلة ديال والو. لا حول ولا قوة. صحابي تسال. انا من الانترنت من اسبريس. شنو كتبوا فينا جاو؟ قالوا لنا كافتي في شي شوارع انتم غاديين للضريح. اها. حنا الساعه زعما باش نكونوا ضد كافتي. لا اما اخرين. فهمتي هذوك اللي كاين اللي طلبوا الحقوق ديالهم لا اما اخرين. ما عرفت واحد 15 يوم هذه ولا 20 يوم. حنا دابا جايين بحايله باش يديروا الاصطدام بالائمه في باش دابا بغاو يدابزوا كتبهم على الائمه الاخرين. اي هذوك الاخرين حنا معاهم هذوك حتى المهم انهم حنا ما فلسنا والو ولا ما دارولهمش والو علموهم جابوا لهم الكيران شي شهوة تجمع في شي شهوة جابوا لهم كاطلعوا قال لهم زيدوا واحد اخر احنا جايين شو واش ذكرى 1500 1500 طالب اللي جابوه 1900 1900 واحد اللي جابوه تيضحكوا عليهم كيما بغاو كيران هنا كلشي هنا تيدوز من هنا كلشي هادي راه غير دابا دابا شحال من كار جابوا شي 50 كار 50 بلاصه دابا جابوكم على اساس غتقراو القران في الضاريح صدقتي صدقوا جايبينكم 20 فبراير ما عرفنا حنا علاش جابونا زوينه هذه اهانه كبيره لحامل الكتاب الله هذه اهانه كبيره لحامل الكتاب الله اللي حامل الكتاب الله خصنا نكرموه ماشي نضحكوا عليه يهضروا معنا غير نديروا بحال القطه كنتفلوا ولا الفار نضحكوا عليه كما بغينا مازال حدا الدارية نعم مازال حدا الدارية يكون غير نمشي لا حول ولا قوه الا بالله ها الشاويه ها دكاله ها اكادير ها اسبه ها الشمال 50 كار 50 كار 50 بلاصه لا حول ولا قوه شحال هذيك هذه دا المظاهرة صافي لا حول ولا قوة الا بالله والله الا المعقول دورة كل شيء قالوا لنا غادي نجيو نعم هضر ما تخافش هضر غادي تقراو القران خاتم السكه في ضريح محمد الخامس وديروا الدعاء الله فهمتي لنا الخاتمه ما جينا شحال لاجل المباراه ولا شي حاجه شوفي حنا اللي في راسنا حنا وحنا وهو نختموا السلكه في ضريح محمد الخامس هذا الشيء علاش تقيدنا واش تقول جايبينكم المظاهره تفلاو عليكم لا ما فرصنا انا ما عرفت لا انا ما فرصنا هذا الشيء جابونا داروا لنا الغدا في المعهد قالينا غادي تمشوا عند سيدنا محمد السادس الله ينصرو قلنا حنا فرحانين باش نمشوا على رجلينا ما نمشوش في الكيران قال لي غادي نمشوا للضريح باش تقراوا السلاكي ختم القران وترحموا على الضريح هادشي اللي جابونا منين جا هنا دير المظاهره اش من مظاهره حنا بينا نديروها في عمر 60 سنه عمري ما ندير شي مظاهره في المسجد ولا انا كنعرف شي مظاهره ولا كنعرف ما نعرف والو شي حاجه وهاد الناس كاملين ما فرصوش حتى شي حاجه فرصنا الا الخير حول ولا قوه الا بالله فرصنا بلا جوع بلا صاله بلا يديك وخلينا في محلاتنا وخلينا كل شيء وخلينا الضيافين وخلينا